مركز العمليات المتواجدين فيه الآن هو مركز يتم فيه عمل صنع القرار والعملية العسكرية، صنع القرار والعملية العسكرية وإصدار الأوامر ومتابعتها وإدارة العمليات العسكرية، وأيضا مكون من عدة خلايا للتخطيط وإدارة العملية العسكرية. وفي حالة الاشتباك طبعا راح يكون المركز الذي يدير العملية هو مركز العمليات التكتيكي المتقدم في المقدمة. القتال الآن لا زال مستمر من بداية عاصفة الحزم إلى هذه اللحظة. العدو يستخدم أسلوب القوات الراجلة أو القوات الخاصة وأسلوب الميليشيات، يدفع بعناصر من قواته مستغلين طبيعة الأرض للتقدم إلى قواتنا ومحاولة استهداف أفراد وآليات من قواتنا، ونحن نقول أنه لم ينجح أبداً، وجميع من دفع بهم لم يعودوا.